السبت اللي فات المسرح البلدي حل بينه المسرحية المنصف باي ملك الشعب آخر عمل محمد رجا فرحات، روف بن عمر وأمال فرجاني. فوق الركح ديكار يلخص علاقة السلطة بالشعب، زوز كراسي فخمة، علم على جنب في انتظار الممثلين اللي بيشرجعوا بينا أعوامل تالي. عملنا شوية ريشيرش، مشينا لقصر سعيد المتحف ويتولى متاع روسيت، لقينا حاجات ودخلنا على شوية دي دوكيمونتاسيون، وبعد مشينا طلعناه تطليع بالحاجة بالحاجة، من قوس الحجام للنقشة متاع الترون متاع الكرسي البي، الكرسي لمحال بي لمحال، يعني قاعد نتبعه حتى النقشة تعملت باليد إيدونتيك. مسرحية خدم عليها المسرح الصادقي في تونس، العرض الأول كان في آخر ديسمبر 2017، ومع العام الجديد بدأت سلسلة أخرى من العروض. بعد مسرحية بورقيبة السجن الأخير، الكاتب والحكواتي محمد رجا فرحات يلم أصحابه معاه، خاصة الممثل اللي مازال كيف روح لتونس بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي على دوره في فيلم تونس باي نايت، روف بن عمر. المكياج عنده قيمة كبيرة بالنسبة للتقريب الأشياء، ولا كما قلت لك باش تكبر واحد ولا باش تصغر، عندهم الطرق نتاعهم. اليوم دو في المسرح ما فماش كذا، مش لازم تولي معناها بالضبط قد على خاطر فما دابور ديستانس، وإذا كان المظهر من بعيد يظهر هو سي ديجا قال الآخر سي ديجا صعب. الجمهور ولا يعرف مليح، وخاصة متعود على خدمة رجا فرحات المايسترو متاع العمل، فرصة لإعادة قراءة تاريخ آخر بي تونسي، نحكيه على العائلة الحسينية في تونس، شخصية المنصف بي، شخصية مثيرة للجدل في تونس. قصة المنصف بي كما حكى عليها الثلاثي متاعنا مشوقة، من وجاعة المنصف بي وقت إهانة الفرنسيس البوه الناصر بي، حكاية صارت في العشرينات حتى لنوصل للحكم. البي التونسي اللي حاول بكل جهده باش يحافظ على بلاده وشعبه، ومن بعد يقع اعتقاله ويتنصب ولد عمه الأمين بي في بلاسته. يا ولاد تونس يا بنات تونس، أو يا بنات تونس وأولاد تونس، توا 70 سنة توفى المنصب بي الشعب، غادي في فرنسا في مدينة بو، بعيد على وطنه، بعيد على أولاده، بعيد على شعبه. الناس كانت تستنى فيه بالدقيقة والدرج، وقتاش يرجع سيدي المنصور؟ حتى جاء الخبر وبكاد الناس، وجانا في بابور عسكر فرنسيس وهزوا الشعب على الأكتاف للزلاز. أنا حياتي كاملة ما نخمم كان على حاجة واحدة، كيفاش ناخذوا حاجة من تاريخ تونس ونردوها حكاية مزيانة تتحكي للناس، باش الجمهور يحبها، باش الجمهور كونتر توت اتانت، على خاطر احنا ما نعملوش مواضيع اللي يعملوهم الناس الاخرين. عندنا سبيسياليتي هي لو ريسي ناسيونال، مش قاعدين نتكلموا، احنا قاعدين نضحكوا في الناس، قاعدين نعملوا في القصة بوليسية، ابدا نحكيوا في الذاكرة متاع الشعب التونسي الكريم. كهو. المسرحية تحكينا على جزء من تاريخ تونس، وذكرنا بحكاية البي اللي وقع نفيه في الأغوات في الصحراء الجزائرية، وكيفاش أرغم على التنازل على العرش، وكيفاش من بعد تحرير فرنسا من الألمان نقل إلى منفاه الأخير في بو عام 1945، ومعها تكونت الحركة المنصفية اللي ولدت جبهة وطنية فعالة. أنا نحب التوارثة أولادي الكل، نحبهم يقرأوا ويكتبوا باللغة الفرنسوية باللغة العربية ويعرفوا الحساب كيما قال لهم الجنرال خير الدين في الصدقية. نحبهم يكونوا عندهم الدواء اللازم باش ما يموتوش بالأمراض هذه الخبيثة، باش عينيهم ما عادش بالرمد. لكن الإصلاحات كلها اللي تحكي عليها الأجيال الدستورية الكل. منصب بي شنو؟ مات توا راجل توا 70 سنة، حكاية مغمورة مش معروفة، الناس يخيلوها كسوق المنصب بي، نهج المنصب بي، هذاك اللي يعرفه. لا، تجي تحكي لهم على إنسان مفاجأة جات، ولا بي، ولا هو الملك متاع تونس، حادث متاع شو اسمه متاع، ماتوا 4 ولا 5 أولياء عهد قبله، هو جاء هو مش منتظر بالكل، مفاجأة،
دخل عمل هكا نزل على فلسة فيق التوينس على رواحه. ساعة ونص تميزوا فيها الأبطال مع نص سلس ويشد، خدمة كبيرة عملتها أمل الفرجاني اللي جاست الدور شخصية للأقمر. يا حسرة، كي نقول لكم إلي الأقمر كانت مهجة البلاد وقلبها النابض مدة 60 سنة حتى توفيت الله يرحمها في ديسمبر 42. تحرق عليها سيدي مصبي، حزن عليها بارشة بارشة، 3 أيام حداد وهزوها للزلاز بعد سيدي بالحسن الشاذلي. سيدي مصبي وقف وقرأ عليها فاتحة هو يبكي وقالوا ما هناك تفلولي مش تربة البي صحة الناس وقلب بعد عمر طويل يا سيدنا. سيدي مصبي عاود وقال لهم قلت لكم تدفنوني هنا بين الأقمر والتوانسة الكل. جيت صغيرة برشا لتونس عمرها 10 سنين، معناها جابوها هدية لصادق باي، فهمت؟ ما تفهم حد شيء، أوداليسك هي أوتومان وجابوها هدية لصادق باي، صادق باي كاش لاهي بيها. الشخصية عجبتني خاطرها كانت عندها قوة شخصية كبيرة وذكاء كبير، وعرفت كيفاش تخلي المملكة كاملة يحبوها، مش القصر بركة والبيات والملوك والصغار والكبار نتاع القصر، الشعب التونسي كل كان يحبها برشا خاطر كانت حكيمة وكانت ذكية وكانت تعرف تتواصل وتعرف معناها تحكي وكل شيء. امرأة عندها بريزونس كبيرة، عندها قوة كبيرة، عندها ذكاء كبير وعندها إلي كيفاش نقولوا معناها تشع بذكاها بقوتها تشع على البلاد وعلى العباد وعلى البيات، خاصة خذت 3 بيات بورتون ما جبت حتى صغير من حتى واحد منهم، هذه قوتها. الفنان روف بن عمر تميز في دور لامين بيه، قصة أحداثها مشوقة تستلهم وقائعها من كتب التاريخ. شنو علمت اللي فرنسا قررت باش تنحي سيد المصر بي على خاطر تعامل مع الألمان وعلق لهم الواجب الافتخار في العيد الكبير وقت الفرنسيس مازالوا يدفنوا عشرات الآلاف من أولادهم في الشباب من مارث المتزلبات. هذا شغال الجنرال، وانت تعرف سيد المنصف اللي ثم نداوي مشيتوا وفسرت له بالباوتة. لم ينبي معنا حتى التسجيل عليه، أنا عمرنا ما سمعنا صوته، فهمتني؟ دونك الفكرة الوحيدة اللي عندي على لم ينبي هو كونه نجم نقولوا بي هكا ان بو اون غوتخي بارابور البيات الكبار اللي عرفتهم تونس كما سيد الناصر وسيد المنصف وغيرهم. إلي تي ان بو افاسي دونك امبل، و وكي قريت النص فريمون معناتها مأساة. صدق في قوله وقت اللي قال معناتها تمنيت نموت وما نحضرش للنهار اللي نحيوا فيه سيد المنصف يحطوني في بلاصتو، وشكون باش يقبلني في بلاصتو؟ الدرس شنو؟ نفيقوا على رواحنا ونشوفوا هالكنوز اللي عندنا. الكنوز شنو؟ هي القوة الأدبية نتاعنا، سيت فورس مورال، سيت فورس انتليكتوال. هالناس شفت من خلدون بك البرنوس نتاعو قدام صفات فرنسا، هذيك القوة نتاعنا. أما خسارة الناس اللي ماهمش فايقين يتعداو قدام من خلدون ما يعرفوش شنو. أنت محسوب، أنت محسوب، أنت محسوب. أنت شنو أنت؟ أنت إيش عملت؟ هذاك عمل مقدمة علم التاريخ، أنت إيش عملت؟ شنو هي قيمتك؟ بلاش من خلدون، بلاش الطهر بن عاشور، وبلاش الزيتونة، وبلاش الصدخية، أنت شنو؟ المسرحية حكيت لنا على جزء من تاريخ القرن الماضي في تونس. حكاية المنصف باي وكما سميته المسرحية ملك الشعب، مسرحية تعاود ذكرنا أن الحكام كل ما يبعدوا على شعوبهم كل ما تبدأ كراسيهم تتحرك باش تلفظهم. جنس أحمد بن صالح قال تعرف سيد باش نجيبوا الكرمة ونمشيهم في الليل نهربوا الجنيف في سويسرا نركبوا في طيارة ونمشيهم البرقيبة والأمير الخطابي في القاهرة في مكتب المغرب العربي وكذا ونعملوا حركة كبيرة ضد فرنسا وكذا